تعاني مناطق متعددة في كربلاء من قلة مياه الري وارتفاع نسبة الملوحة، ما يعرض مساحات واسعة للتصحر. ففي منطقة القرطة الثانية التابعة لناحية الحر، هجر عدد من الفلاحين أراضيهم بعد أن تحولت إلى بحيرات مالحة بسبب مشاريع الاستصلاح الفاشلة، إضافة إلى انعدام الخدمات المختلفة رغم مناشدات المواطنين هناك للجهات المعنية منذ عدة أعوام. حاليا هاي القاع اللي كانت منتجة بالمحاصيل الاستراتيجية الآن انتم مثل ما شفتوها متغندقة وغرقانة. هاي العالم بدأت يعني تترك أراضيها وتروح تشتغل بالمدن بسبب عدم وجود خدمات. طريق أيضا عندنا سبيس وقارة المحافظ، لكن من يتابعه؟ ماكو دائرة معينة تجي تتابع ويانا ولا تحاكي تقول لك ماكو فلوس. هذه المساحة الشاسعة قبل عامين من الآن كانت عبارة عن حقول خضراء تزرع الحنطة والشعير إضافة إلى محاصيل أخرى، أما اليوم فتحولت إلى أرض غير صالحة للزراعة وتقدر مساحتها ب3000 دونم كانت تمد كربلاء بمختلف احتياجات السلة الغذائية. فعدم الإسراع بحل مشاكل الري والبزل إلى جانب الخدمات يجر إلى كارثة زراعية بحسب المزارعين هناك. مستحقاتنا لحد الآن سنتين صار ما مستلمينها، مال الحنطة مال الشعير، ما نتمكن بعد أن نزرع هذا الموسم اللي راح يجينا بسبب ارتفاع الغاز، بسبب ارتفاع المبيدات. فإجت هاي التغالي وشوفت عيونكم هذه شو 3.5 متر تقريبا جو الأرض، طيب هذا ما يزق سياح، لو ظلين على شغلتنا قبل أحسن. مجلس محافظة كربلاء لم ينفي ما تتعرض له الزراعة في المحافظة من مشاكل، إلا أن الحلول غائبة في ظل انعدام متابعة المشاريع من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة، فيما تشير لجنة الزراعة في مجلس المحافظة إلى أن المشكلة ستطول بسبب قلة التخصيصات المالية رغم المطالبات بوضع حلول سريعة. هذا يأتي بسبب المشاريع المتلكئة وكذلك مشاريع تعتبر فاشلة من قبل وزارة الموارد المائية. ضعف الحالة المادية الموجودة في الوزارة والمحافظات لم نستطع بتوفير يعني بحل المشكلة نهائيا، أعترف لك أنه لا تحل في المدى القريب. من أطراف ناحية الحر في كربلاء، ميثم الجناحي، الحرة.